بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مشكلة في طابعة أوكاي C301 DN. ملخص المشكلة، إذا ملاحظ أن الطابعة دائما بتعمل بيبر جام 380 380، رقم الإيرور بيبر جام وفيها تنشن، الورق دائما بتوقف في بداية الدرم، أسفل الدرم لو شلنا الدرم نلاحظ الورق بتوقف في البداية بنفس المكان، رغم اني طبعا قمت انا الصحيح بعض الامور، منها تنظيف الرولات الموجودة في الدرج اللي هي الرولات الموجودة اسفل الورقة او اسفل الطابعة سوري، برضو الرولة الموجودة في الدرج قمت بتنظيفها، وقمت بتنظيف الرولة اللي موجودة برضو في هذا المكان، وما زالت المشكلة موجودة. خلينا أحاول في الطابعة وأخبركم إيش النتيجة. صحيح حاولت أبدل جميع القطع، حاولت أبدل الدرم، الفيوزر، البلت اللي موجودة أسفل الدرم، وظلت برضو نفس المشكلة. ما انحلت المشكلة إلا لما استخدمت منفاخ الهواء، طبعا نستخدمه بعد ما نكون شلنا الدرم وشلنا البلت وشلنا الفيوزر. ممكن كان سنسور معين عليه وسخ او شيء في الطابعة، لان هذا الطابعة صحيح فيها سنسورات كثيرة، حللنا المشكلة. يعني عملية جيدة انه يكون عندنا بلور منفاخ هواء اوكي نستخدمه في عمليات الصيانة، وخاصة انه هذه الطابعات فيها نثر كثير للحبر زي ما شفنا في فيديو سابق. هذه طابعة أخرى مثلا نلاحظ نثر الحبر في كل مكان، فممكن هو اللي كان مسبب لنا المشكلة، مغطين على أحد السنسورات وعامل لنا هذه إشكالية. نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة مع مشكلة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.